ما كانش في داعي تضغط على عبده تسوق يجي يعمل ندوة هنا في المركز. راجل كان محتاج يرتاح شوية. عبده تسوق ده واد جن. بعدين ما تخافيش عليه قوي كده. خلاص وانا مالي، انتوا حرين في بعض، ده شغلكم. بس بصراحة بقى كده انا ماليش في حكاية الندوات ولا المركز ده خالص. طب ما انا عارف. وما دام عارف بقى بتطلب مني اكون معاك هنا على طول ليه؟ ده انا جايبك من امريكا مخصوص علشان تفضلي قدامي على طول وافضل شايفك وابقى معاكي على راحتي. لكن للاسف بقى. للاسف بقى ايه؟ لقيتك بعيد عني. يا ريت تفسر كلامك. ما انت فاهماني كويس. اللي فهمه ان انا بحب اقعد اضحك معاك وهرج معاك عشان انت قريب لقلبي، خصوصا بقى ان انت you know everything about me. الحاجه الوحيده اللي عايز اعرفها، عبده تسوق يبقى ايه بالنسبه لك بالظبط؟ الحمد لله جت منك، انت اللي بتفتح سيرته دلوقتي. عارفه ليه؟ لان اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا وعبده تسوقي ممكن ايه؟ تحبوا ست واحده وتموتوا في دبدبها كمان. عبده تسوقي ما نعرفش حاجه اسمها حب. اللي اعرفه بقى ان عبده تسوقي ده اعز صاحب ليك، وانت اللي قلت كده بعتمت لسانك. علشان كده انا اكتر واحد يعرفه في الدنيا دي، ومش هسمح له انه ياخدك مني. ايه في ايه؟ انا اول مره اشوفك منفعل بالطريقه دي. الحل الوحيد عشان اخليه يبعد عنك ان اواجهه واقول له اني بحبك. وتفتكر بقى هو ده اللي يخليه يبعد فعلا؟ علشان مصلحته معايا هيبعد. وانا بقى فين من ده كله؟ لو توافقيني نتجوز دلوقتي. ايه؟ انا قلت حاجه ضايقتك؟ لا ابدا، بس محتاجه اسمع التفاصيل. احنا نتجوز وبعدين نفكر هنعمل ايه. متهيالي مش من العقل ابدا ان الواحد ينزل البحر والرايه السوداء مرفوعه حتى لو كان بيعرف يوم كويس. وانت الطياره عالي عليك قوي، انت ناسي انت متجوز مين ولا ايه؟ كل حاجه وليها حل. بصي، انت تقعدي هنا في مصر تمسكي المركز وما ترجعيش امريكا تاني، وانا بين كل فتره والتانيه هبقى اجيلك. قلتي ايه؟ يعني عايزني ابقى زوجه ترانزيت، تيجي على مصر تلاقيني مستنياك، تسافر امريكا تلاقي جينيفر مستنياك. ده ايه الهنا اللي انت فيه ده؟ ما تاخديش الامور بالشكل ده. امال تتاخد ازاي؟ دول احنا مش صغيرين ونقدر نرتب امورنا على حسب ظروفنا. انا ارفض اني اكون نص زوجه، والراجل اللي اتجوزه ما حبش يكون نص زوج. ده بس مؤقتا، ولو عايزه ده يبقى في السر، وبكده يبقى احسن ليكي وليا. في السر عشان تيجي لي في السر وتكلمني في السر، ولما اتصل بيك ترد عليا طول ما المدام مش قاعده جنبك. بقول لك ايه يا دكتور، ما تخلينا في البيزنس احسن. اذا كان بيزنس بقى ما تخليه جواز بيزنس زي الراجل اللي انت كنت متجوزاه في امريكا. انا مش عارفه انت ليه مصر ان انت تهز صورتك قدام كل ده. علشان كنت صريح معاكي. انتوا ليه كده؟ عايزين الواحد دايما يخدعكوا ويقول لكم كلام ما بيحصلش في الواقع. دكتور سيد، انا المفروض اسافر امتى؟ بكره. انا راجع الاوتيل. يا ريت تبقي تحضري اجتماع المركز، هيكون بعد ربع ساعه. ما افتكرش ان وجودي هيكون له فايده. بالعكس، ده انت وجودك هيكون مهم جدا، خصوصا ان الاستاذ عبده تسوقي بيقول كلام حلو قوي لما بتبقي موجوده. اوكي، لو مصمم اني ابقى موجوده بصفتي بشتغل تحت ادارتكم هاجي، بس هقعد مع الناس لاني سبق قلت لك انا بره حكايه المركز دي خالص.